استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ومصرف سوريا المركزي يصدر تعميم جديد لجميع المصارف وشركات الصرافة يتعلق بالاستيراد والجمركة والتسعير، وارتفاع أسعار الذهب تنعش تجارة الفضة في سوريا بشكل كبير. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجلت الليرة تحسن واضح وملحوظ أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية والعربية في عموم المدن والمحافظات، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا بمقدار 450 ليرة خلال تعاملات اليوم الأربع 2 أغسطس 2023، لتنتعش معه الليرة السورية. ويعد تراجع الدولار الأمريكي وانخفاضه أمام الليرة السورية مبشر خير على تعافي العملة الوطنية السورية خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت تراجع وانهيار كبير خلال الأسبوعين الماضيين. ليبقى السؤال الذي طرحناه في الحلقة السابقة قائما: من كان يتلاعب بسعر الليرة السورية وسوق الصرف في سوريا، ولصالح من؟ وكذلك السؤال الذي يحتاج إلى إجابات قاطعة: هل يود التجار استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، وأن تستمر الليرة في الهبوط لتستمر معه موجة الغلاء العاتية التي يعاني منها المواطن السوري ويعاني منها الاقتصاد السوري؟ وتتمثل معاناة الاقتصاد السوري والمواطن السوري في الفترة الأخيرة في ارتفاع تضخم متدني الحالة الاقتصادية وتراجع المؤشرات على كافة المستويات والأصعدة. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 11950 ليرة للبيع و11800 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال100 دولار هتساوي 1,118,000 ليرة سورية. وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميما موجها إلى كافة المصارف وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا، حدد بموجبه ضوابط حالات عملية تخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية المعنية. وتتمثل الحالات المذكورة وفقا لتعميم مصرف سوريا المركزي في تقديم المستورد كتابا إلى الأمانة الجمركية صادرا على المركزي يتضمن الموافقة على التخليص، وتقديم المستورد كتاب تسديد القيمة الصادرة عن أحد المصارف العاملة، ودون تقديم المستورد أي كتاب صادر عن المركزي أو المصارف الأخرى إلى الأمانة الجمركية. ويأتي هذا التعميم استنادا إلى القرارات والأنظمة الصادرة عن المركزي السوري فيما يخص عمليات تمويل المستوردات، لا سيما القرارات المتعلقة بتعهدات ذلك. وفي نفس الإطار أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية السورية أن إحداث منصة تمويل المستوردات في السابق كان ناجما عن ظروف متمثلة بتبعات أزمة كورونا وإشكالات التعامل مع ما يسمى بقانون قيصر. وأشارت الوزارة إلى أن المنصة ساهمت في البداية بخلق قناة آمنة لحركة القطع الأجنبي مع تحقيق استمرار قبوله في سعر الصرف. ومؤخرا كشف التقرير عن ازدهار تجارة الفضة في سوريا خلال الفترة الحالية، حيث انضم الذهب عند السوريين لقائمة السلع بعيدة المنال بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب السوري. وأكد عدد من تجار الذهب في الصاغة أن هناك حالة ركود بالبيع مقابل بعض الحركات في الشراء، موضحين أن سوق الفضة يعد منتعشا بنسبة أكبر من سوق الذهب. فمثلا وصل سعر جرام الفضة الملصوق بالألماس إلى 40,000 ليرة سورية، في الوقت اللي وصل فيه جرام الذهب عيار 21 ل 670,000 ليرة. فيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربع، فقد شهدت انخفاض جديد بمقدار كبير. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المحافظات والمدن السورية خلال تعاملات اليوم الأربع سجل الدولار في دمشق 11,950 ليرة للبيع و11,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 11,950 ليرة للبيع و11,800 ليرة للشراء. أما في إدلب فسجل الدولار 12,300 ليرة للبيع و12,250 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة
12,350 ليرة للبيع و12,300 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 11,850 ليرة للبيع و11,700 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 11,800 ليرة للبيع و11,700 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 13,116 ليرة للبيع و12,946 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 9,004 ليرة للبيع و8,883 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 15,266 ليرة للبيع و15,065 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 443 ليرة للبيع و436 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 3189 ليرة للبيع و3146 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 38,858 ليرة للبيع و38,345 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3254 ليرة للبيع و3210 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3272 ليرة للبيع و3228 ليرة للشراء. أما الدينار الأردني فسجل 16,884 ليرة للبيع و16,664 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 387 ليرة للبيع و380 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربع، سجل جرام الذهب عيار 24 740 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 650 ألف ليرة. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 557 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1941 دولار فاصل 87 سنت، وسجلت ليرة الذهب 5,244,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 437 دولار فاصل 2 سنت. أما أونصة الفضة فسجلت 290,255 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار و18 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 9,332 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85,500 ليرة، وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89,300 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الأربع. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.